السلام عليكم. بزاف ديال الناس بغا يجيو لكندا عبر عقود العمل وكيتسالوا كيفاش. الامر سهل، خاص غير شويه ديال الصبر وبزاف ديال لي ريغيرش. كتدخل تشوف في المقاطعات الكنديه اشنو هما لي زيفينمون ديال الريكروتمون اللي كاينين حاليا. في هذا التصوير ديال هذا الفيديو كاين مقاطعه ديال كيبيك جورني كيبيك، وفي المقاطعه ديال نوفو برونزويك فيها دو زيفينمون. كتدخل تشوف اشنو هما لي زوفر دومبلوا، شنو هما الشروط. الا كنتي البروفيل ريغيرشي كيتناسب معاك انت فكتدخل تسجل، وضروري ما دير واحد ليتر دو بريزونطاسيون، دير سي في باللغتين الفرنسيه والانجليزيه، ويكون عندك الدبلوم وكذلك ليكسبيريونس. ليكسبيريونس هنا كاين اختلاف ما بين سنتين 4 سنوات او اقل او اكثر على حسب المشغل. الا كنتي في مقاطعات الكيبيك فكاين اللي تي اكزيجي الفرنسيه، الا كنتي في المقاطعات الانجليزيه ديال باقي كندا فهي تقدر تكون اللغه الانجليزيه او هما معا، يعني حتى الفرنسيه في اطار الموبيليتي فرانكوفون. فتوكل على الله ودفع ما تخسر حتى شي حاجه، فهي عقود مجانيه. تبارك الله عليكم.